دحين معروف أنت طبعاً كونك رجل أنك تعتبر غير تقليدي ومختلف كثير عن الفكرة النمطية للرجل الشرقي، فعشان كده أول موضوع هنتكلم فيه هو المفهوم حق الحقيقة حق الرجولة. فلو جيت أسألك معنى الرجولة ليك، جاوبني إيش، أديني كده ردك عن كلمة الرجولة، إيش معناها بالنسبة ليك؟ ما بعتقد عندي معنى واضح للرجولة. برأيي الرجل هو بس أنه يختلف شكله عن المرأة فقط بغير. يختلف شكله؟ لا لا، يعني ما في فرق. ما في وصف معين. لا، الرجولة هي كلمة تألفت من وراء التاريخ اللي عطى سلطة للرجل تاريخيا، وهذه السلطة إلى أسبابها بقصة القمع المرأة والسيطرة على المرأة، لا برأيي أسباب كمان علمية، إنه المرأة تقضي 9 أشهر حامل، ومن بعد ما تولد كمان في فترة أمومة، وفي هرمونات الأمومة بتخليها شخص يعني يوجه كل طاقته إلى الأطفال والمنزل لأنه هيدا الإحساس الموجود عنده، فإذا هيدا بيخليها نوعا ما إلى حد ما مستقيلة كل هيدي الفترة. هنا بيجتاح الرجل هاي فترة الاستقالة ويسيطر، صحيح، ويعتبر أنه هو الممول وهو رب العائلة وهو الرجل، بقى هيدي الفكرة. ولكن الرجولة لا، لأنه الرجولة مفهوم ما له معنى. طيب استنادا إلى إجابتك الأولى، يعني أنت أخذت 2، استنادا إلى الإجابة الأولى اللي هي المجتمع عاطى الحق للرجل على السيطرة على المرأة، في صعوبة أنه إحنا نعرف الرجل بدون ما ندخل في مقاربة أو مقارنة مع المرأة، وزي ما أنت قلت أنه مجتمعاتنا النمطية أعطت أو عرفت الرجل من منطلق السيطرة أو التفوق على المرأة. برأيك إضافة إلى الأسباب اللي أنت قلتها أنه المرأة هي قد تكون 9 شهور حمل أو موجهة عقلها وقلبها إلى الأمومة، وش الأسباب الثانية؟ بعتقد الأسباب الثانية هي تراكم هذه السيطرة اللي تحولت إلى سيطرة بالقوانين، حتى بالقوانين المرعية الإجراء، يعني بالدول، وهذه لم تنصف المرأة. مشان هيك نحن نطالب دائما بتغيير قوانين الأحوال الشخصية وجعل المساواة، يعني مثلا إحدى الأشياء اللي بتشكل المساواة هي عندما يتم طلاق يقول الرجل أنه ليش أنا بدي أعطيها نص الأبلاك اللي بنيتها أنا خلال زواجي، ما هي ما اشتغلت. يا حبيبي هي ما اشتغلت، بس هي اشتغلت بالبيت. يعني لو ما هي اشتغلت بالبيت ما كنت قدرت أنت اشتغلت وطلعت هودي المصاري، عشان هيك هذا حقها أنه تاخد 50% من كل الأملاك اللي بنت خلال فترة الزواج. يعني في سيطرة للرجل على المرأة قانونية، اللي هي سيطرة الترديشنال، السيطرة التقليدية اللي جاية من المجتمعات ومن التقاليد ومن بالفعل. وفي السيطرة القانونية اللي لازم تتغير لتنصف المرأة، لأنه المرأة هي طاقة بالمجتمع، يعني نصف المجتمع طبعا. لما نحن ما عم نخلي المرأة تاخد حقوقها، فإذا نحن عم نخسر 50% من طاقة المجتمع، فإذا نحن عم نخسر 50% من تطور المجتمع، إن كان تكنولوجيا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. صح. يعني عم نتأخر، عدم إعطاء حقوق المرأة هو تأخير بتطور المجتمعات. يعني قلما يعون هذا الكلام، ويمكن قليل جدا ما يطبق، ويمكن يطبق بشكل عكسي بمجتمعاتنا، خصوصا أنه دائما في تعارض ما بين القوانين المجتمعية العقائدية الطوائف وغيرها وغيرها من الأمور، خصوصا إذا كانت من دول متعددة الطوائف والديانات. مع الانفتاح، مع العولمة والتطور الكبير اللي دخل بمجتمعاتنا، أخذت المرأة بعض من حقوقها، ولكن لحد هاي اللحظة بعدنا نسمع أنه الرجل العصبي، سيطرة الرجل، المرأة يجب أن تكون خاضعة للرجل. كيف يمكن تغيير هاي النظرة؟ أول شيء خرجوا بيستاهل إذا كان تاني شيء أنه يعني عملياً أي نوع من القمع على المرأة، كمان في شغلة ما عم ينتبهولها بالمجتمعات. أول شيء المرأة لم تأخذ حقوقها، المرأة انتزعت حقوقها، في فرق، ما حدا عطى حقوق للمرأة، هي انتزعتها. حتى بالدول الأوروبية طبعا، كل مكان تاريخيا
انتزعت المرأة حقوقها. نعم. ولكن اللي مش عم يعالى الذكر، عشان ما نقول الرجل، نعم، اللي مش عم يعاله إنه لما تكون المرأة في هذا النوع من القمع، هذا بيعكس على العلاقة، خربطة بالعلاقة، بتبطل العلاقة سليمة طبعاً، حتى بالحب، حتى بالعلاقة الحميمة، بكل شيء بتبطل سليمة العلاقة. مش هناك أنت عملياً عم تربح سيطرة وعم تخسر جمال ومتعة العلاقة ومتعة الحب، السلام الداخلي في الأسرة، عم تخسر كل هودي الأشياء، لأنه عم بتصير في عندك بالبيت مش إنسان بالفعل، في عندك شخص مثل مبنج، وأنت عم بتصير تروح تفتش شمال ويمين، فانتهت. وهيدي شو بتنعكس على الأطفال وبتنعكس على الأسرة، وهو مفكر أنه يابا أنا محافظ على الأسرة وكمشة ومزبط الوضع، مش محافظ على شيء أبدا، هي رح تنفجر. أنجا محافظ على حالك. صراحة الرجل لما يعطي المرأة حريتها ويديها يعني السند في البيت ويديها كل الحب، يخليها تبدع، يخليها فعلا أفضل version of herself. فهمت قصدي؟ أنا بالنسبة لي الرجل هو عبارة عن مواقف، دائما هو يعني السند، الرجل هو نشامة لما يوقف جنبك في المواقف الصعبة. يعني زي ما قلت، أنا بالنسبة لي الرجولة ما لها معنى معين، هي بس مواقف أفتكره في موقف كان موجود. لأن أنا الحين زوجي حمد إذا ما كان في حياتي أداني كل الراحة اللي في البيت، أنا ما كنت أقدر أكون هنا موجودة اليوم، بشتغل بسوي بأخذ راحتي. فعلا فعلا لما يكون عندك سلام داخلي وراحة في البيت تبدعي كمرأة، حكما فعلا تبدعي. بس بشكل عام مشاهدينا، في هناك رجل سليم ورجل سام، والفرق بينهم إنه الرجل السليم يتطلع لأنه يكون في الخدمة، أما الرجل السام يتطلع لأن يخدم. فإذا كان الرجل يتطلع بس لأنه يخدم، فهو أصلاً ما راح يشوف شريكة حياته إلا من خلال عدسة كيف تخدمه وشنو تقدم له. أما إذا كان يتطلع لخدمتها، فهو راح يشوفها، يشوف احتياجاتها وطلباتها، أفكارها، أحلامها. وهذا يختلف كلياً عن الرجل اللي ينظر نظرة وش هي الفائدة اللي تقدم منها لي أنا؟ كيف ممكن أستفيد منك؟ طبعاً أنا بشكل عام صراحة أنا ما ألوم الرجل كلياً، لأنه البعض من النساء تصبح ذكورية في العطاء مع من تحب، هدايا، خدمات، في مسؤوليات بدل عنه. والمشكلة إنه هذا العطاء بصراحة يصبح مرهق جداً للمرأة، لأنه غير عفوي. نسمعها دائماً تقول أنا تعبت، ما هو مقدر تعبي، ما هو شايف أنا شو سويت. عزيزتي قلبي، ترى أنت أنثى، يعني ما له داعي تلعبي دور الرجل بالعلاقة، لأنه هذا الأمر ضد فطرتك تماماً.